بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا مع طلاب الصف التاسع في أكاديمية اللغات الإسلامية في مادة الحاسوب، وهو فوائد التعلم الإلكتروني ومميزاته وعيوباته. أخذنا مقدمة قبل قليل عن التعلم الإلكتروني ومفهومه وأنواع التعلم الإلكتروني، اللي هو المتزامن وغير المتزامن أو المباشر وغير المباشر. اليوم نتعرف على فوائد التعلم الإلكتروني. فوائد التعلم الإلكتروني، هسه الطلاب حكوا لنا إنه أول نقطة بوسع قاعدة المشاركين في العملية التعليمية، اثنين وصول التعلم إلى الأماكن النائية التي يصعب الوصول إليها، ثلاثة تقليل كلفة التعلم والتعليم على الأفراد والحكومات، أربعة إمكانية التعلم المستمر مدى الحياة، خمسة يوفر التعلم الاعتماد على الذات، ستة تقليل الأعباء الإدارية على المعلم. يعني بطل مثلا يكتب مثلا حل الواجبات يكون ورقي، كله بصير اونلاين او كله بصير على الكتروني، تمام، وتسلم وتصحح. يعني زي حتى الامتحان راح اسوي لكم اياه، راح يسوي لكم اياه اونلاين كمان. النقطه السابعه، تفضل يا اصمادي. تقليل الرهبة والخجل لدى المتعلم، فالتعلم الإلكتروني يوفر ظروف تعلم مناسبة للطلبة الذين يخشون مشاركة أفكارهم وآرائهم مع الآخرين عن طريق توفيره بيئة تعليمية تتصف بالخصوصية، إذ لا يخشى الطالب أن يوصف بالغباء إذا كانت آرائه خاطئة. بالضبط، تقليل الرهبة والخجل لدى المتعلم. يعني في شباب منكم يا طلاب بيستحي يشارك في الصف، ولكن على التعلم الاونلاين او التعلم الالكتروني بتلاقيه عادي بيرفع ايده وبيشارك كذا. ليش؟ لانه يوفر ظروف تعلم مناسب للطلب الذين يخشون المشاركه او يخشون مشاركه افكارهم وارائهم خوفا من عواقب الاجابات تبعتهم، عن طريق توفير بيئه تعليميه تصب الخصوصيه، لا يخشى الطالب ان يوصف بالغباء اذا كانت اراءه خاطئه. واصلا في النهايه حتى في التعلم الوجاهي او الصف يجب انه المعلم انه ما يحكي للطالب انه او ما يوصف الطالب بالغباء، تمام؟ طيب حكينا فوائد التعلم الالكتروني، طب ما هي الميزه من التعلم الالكتروني او مميزات التعلم الالكتروني؟ تفضل يا محمد طه. محمد طه ميزات التعلم الإلكتروني. التعلم الإلكتروني العديد من المميزات، منها المرونة. يوفر التعلم الإلكتروني مرونة عالية للمتعلمين من حيث وقت التعلم ومكانه ومحتوى المادة العلمية المراد تعلمها وسرعة التعلم، وذلك حسب رغبة المتعلمين وقدراتهم وإمكاناتهم، إذ يستطيع المتعلم الدخول إلى الموقع الذي يقدم خدمة التعلم الإلكتروني في أي وقت من أي جهاز، والبدء في عملية التعلم من المستوى الذي يناسبه، ويمكن للمتعلم أن يعيد الدرس ليتحقق له الفهم، ويقدم التعلم الإلكتروني حلولا ناجحة للمشاكل التي تنتج من غياب الطلاب عن دروسهم، إذ يستطيع الطالب الغائب الحصول على ما فاته من الدروس بسهولة على نحو موازن لزملائه الحاضرين، فلا ينقطع عن العملية التعليمية. أول نقطة وهي المرونة. كيف يعني المرونة؟ إذا تتذكر التعلم الإلكتروني الغير مباشر، حيث يسمح للطالب بالدخول إلى الحصة في أي وقت أو في أي مكان حسب الظروف، تمام؟ تمام، ومكانه ومحتوى المادة العلمية المراد تعلمه وسرعة التعلم، إذ يستطيع المتعلم دخول الموقع الذي يقدم خدمة التعلم الإلكتروني في أي وقت ومن أي جهاز، والبدء في عملية التعلم من المستوى الذي يناسبه، ويمكن للمتعلم أن يعيد الدرس أكثر من مرة، تمام؟ لأنه مثلا هسه مش أنا قاعد بعطيك حصة لايف أو حصة مباشر، تمام، وايضا بسجل الحصه عشان مثلا الطلب الغائبين او الطلب اللي في عندهم نقاط مش فاهمينها يرجعوا يحضروا الحصه مثلا على منصه المدرسه او على القناه، يعيدوها اكثر من مره لحد ما توصل النقطه او توصل المعلومه لهم، تمام. النقطه الثانيه، اتفضل يا حسني. يلا يا أستاذ. التعلم الممتع. يقدم التعلم الإلكتروني للطالب تفاعل شخصيا، فهو يوفر بيئة ممتعة للطلاب بعيدا عن الملل الذي يحصل نتيجة عملية التلقين، ويشجعه عندما يصيب
ويساعده في اكتشاف أخطائه عندما يخطئ، ويدربه ليتجاوز مواطن الضعف دون حساسية أو خجل، ويقدم المفاهيم نحو مرئي ومسموع، على نحو مرئي ومسموع، مما يجعله استيعاب هذه المفاهيم أمرا سهلا وممتعا. يعتمد مبدأ أن تعدد الحرف. ممتاز. إذا تعلم ممتع يقدم التعلم الإلكتروني جوا ممتعا للمعلم والمتعلم، تمام، حيث يوجد تفاعل شخصي ويوفر بيئة ممتعة للطالب بعيدة عن الملل، بعيدة عن الملل، عن الملل الذي يحصل نتيجة عملية في التلقين. يعني مثلا احنا هسه قاعدين نطرح سلايد او حصة مباشرة، ممكن نفوت على فيديو توضيحي، ممكن نفوت على فيديو توضيحي، تمام، هذا الفيديو التوضيحي يقرب لنا الصورة ويكون في بقلل الملل او بقلل مستوى التلقين، اما في الصف وهي عبارة عن تلقين بين المعلم والمتعلم، تمام. النقطة الثالثة، تفضل يا أسامة، التحديد. يا أستاذ، التحديث المستمر للمحتوى. سامعني يا أستاذ؟ سامعك، نعم، تفضل. ألو، سامعك، تفضل. التحديث المستمر للمحتوى، من غير الممكن تحديث الكتب المقررة للدراسة من أقل من سنتين أو 3 سنوات، بينما يمكن تحديث المواد العلمية الإلكترونية المستخدمة في التعليم الإلكتروني على نحو مباشر وبتكلفة منخفضة. التحديث المستمر للمحتوى، يعني مثلا عندنا الكتاب التقليدي إذا صار فيه خطأ لازم نسحب كل النسخ اللي في السوق، تمام، ونعيد تعديل عليها. أما في التعلم الإلكتروني إذا صار خطأ، تمام، يمكن بسهولة التعديل عليها من خلال الأبديت، تمام، حيث يمكن تحديث المواد العلمية الإلكترونية المستخدمة في التعلم الإلكتروني على نحو مباشر وتكلفتها منخفضة جدا جدا، تمام. النقطة الرابعة، تفضل يا محمد طه، أنا شايفهم هم اللي رافعين إيديهم. محمد طه، محمد طه، تفضل. محمد طه، تفضل. الصوت بيقطع. محمد طه، محمد طه، تفضل. أربعة. ألو. محمد طه، محمد طه، سامعك، تفضل. أربعة. مراعاة الفروق، صح؟ سامعك، تفضل. يراعي التعلم الإلكتروني الفروق الفردية بين الطلاب، فهو يساعد على بناء القدرات الشخصية والفردية للمتعلمين حسب قدراتهم واهتماماتهم المعرفية، ويساعد الطالب الضعيف على مشاهدة الدرس متى يشاء ولمرات عديدة. كذلك فإن هذا التعلم يناسب الطالب المتفوق، إذ يستطيع هذا الطالب مشاهدة دروس أخرى مرتبطة به والحصول على معلومات إضافية حوله، وبذلك فهو يسير حسب سرعة المتعلم. ممتاز. مراعاة الفروق الفردية، يعني احنا هسه مثلا لو انه في الصف، تمام، كان بعطيك الحصة وما في فيديو تحضره اذا مثلا ما فهمتش نقطة معينة، الا اذا سألت المعلم. اما في التعلم الالكتروني، تمام، في مراعاة للفروق الفردية، يعني بعطيك الحصة، اللي عنده سؤال بيسألني، تمام، وبسجل الحصة ايضا وبرفعها على المنصة، واللي مش فاهم نقطة برجع بعيد الفيديو قد ما بده لحد ما يفهم النقطة، أو برجع للمعلم. إذا التفاعل بيكون فيه أكثر ومراعاة فروق فردية أكثر. النقطة الخامسة، اتفضل يا عبد الله، لأن نايم. عبد الله، رابط الطلبة مع مصادر المعرفة مباشرة، يحسن التعلم الإلكتروني مع تواصل الطلبة مع بعضهم بعض عن طريق توفير وسائل الاتصال متعددة، وسائل الاستخدام مثل مجالس النقاش والبريد الإلكتروني وغرفة الحوار، مما يحفز الطلاب على المشاركة والتفاعل مع المواضيع المطروحة، يزيد التواصل قدرة المتعلمين على العمل الجماعي الموجه من قبل المعلمين. يمكن ربط الطلبة مع مصادر المعرفة المباشرة عن طريق
عبد الله، عبد الله، إذا ربط الطلبة مع مصادر المعرفة المباشرة ويحسن تعلم الإلكتروني من تواصل الطلب مع بعضهم بعضا عن طريق